ممتاز. خلي دي ممتاز زي دي. يكون اكستندد حتى الموفمنت تطلع لين الكور من الشولدر. ادفع بهذه الطريقه، مو ايدي فليكس والموفمنت راح يصير فروم ايدي. لازم البوزيشن مالتي يكون بيرفنديكولار على البيشنت. في حال هذا البيشنت اللي موجود فوق، انا لازم اكون على ليفل مالت البيشنت، يعني اصعد على السله رايت اصعد فوق بهذه الطريقه حتى اكون مسيطر اكثر. وايدي انترمينت مش هذا وإيدي مش مستحيل خجولة مرفوعة لا ثابتة على الجسم وأبدي أعطي power from the shoulder خلال هذه الكومبريشن يكون يدخل بينا بسم الله طيب لازم يدخل بينا طبعا لازم عندك ever different sizes يكون يريد في الدمتي هذا صحيح إذا ما صار تستخدم الرام سايز تستخدم الرام تيوب ممكن تستخدم مستوى 20